خليني اعمل كده؟ يمكن احساسي باني عايزه فعلا الناس كلها تعرف اني بحبك. زيارة في وقت غير مناسب، مفيش تفضل، مفيش أهلا وسهلا. ادخلي انت اوضتك يا مديحة. وريني اشتريتي ايه. الله، رزوق مش بطال. خلاص هتتجوزوا؟ وحددت يوم الخميس اللي جاي، مش كده؟ بيتهيألي انك اتسرعت شويه. اللي عمله معايا احمد ما يتنسيش. مفيش حد في الدنيا وقف جنبي زيه. ومفيش حد في الدنيا وقف قصادي وعانيتني زيك. انا مستعد اعمل لك قد اللي عمله احمد واكتر. يا عزيز بيه، يا عزيز بيه، المساله مش مساله اقل ولا اكتر. أحمد بيحبني وأنا بحبه. أحمد بيحبني وأنا بحبه. أحمد كل يوم بيحب واحدة، وتاني يوم يفرقعها بومبا يعني، وبكرة هيسيبك زي ما سابهم. أحمد مش هيسيبني. أحمد بيحبني. يعني أعتبر الطلب مرفوض. دي مسألة عواطف. مفهوم. شوفي الفستان بيتحرق ازاي؟ انت مجنون! حرام عليك! اسمعي الكلام اللي بقوله. حرام عليك! انا اقدر احرق قلبك على احمد زي ما احرقت نفسك. ليه حرام عليك؟ انا اتخلصت من شكري. واقدر اتخلص من احمد سامح بتاعك ده. وهتخلص من اي حد يجرؤ او يفكر ان ياخدك مني. ممكن تتجوزي يا احمد، ممكن، بس تاني يوم هتبقي ارمله. ارمله ده اخر انذار ليكي، واللي هيحصل لاحمد انت اللي هتكوني سبب فيه. مبروك فستان الفرح. رجعت الدنيا اسودت في عينيا. رحت الاستوديو وما بقتش شايفه ولا فاهمه حاجه ابدا. التصوير اتعاد اكتر من مره. المشهد اللي كنت بمثله كان اهم مشهد في روايه خد الجميل، مشهد البطله وهي بتضحك حبها عشان تنقذ مستقبل حبيبها. غريبه، نفس اللي حصل معايا. لازم اضحي عشان انقذها. عايزه كام عشان تسيبيني؟ ها؟ 1000؟ 2000؟ 3؟ لو دفعت لي كنوز العالم مش ممكن هتخلى عنه. انا اتخلصت من شكري وهقدر اتخلص من احمد. ده هو اللي ستوب ستوب ستوب. معلش متاسفه كمان مره. يلا كمان مره. لكن اتفضل دور 47-2 اول مره. لو دفعت لي كنوز العالم مش ممكن هتخلى عنه. ده هو الامل الوحيد اللي فاضل لي. يبقى بالشكل ده بتحطم مستقبله وحياته. ايوه انت، انت اللي هتخلي اهل خطيبتي يقتلوه. ده اخر انذار ليكي. لو حصل لابني اي حاجه
انت المسؤول عنه. ستوب. هاي لا 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 دي بتاعتي ولا ايه؟ دي دمعتي. برافو. مجموعة الفرح يا استاذ مش ليلة فرحها. ألف مبروك يا أحمد. ألف مبروك يا كماليا. على فكرة يا جماعة أنتوا الليلة دي كلكم معزومين على كاتب كتابنا كماليا وأنا. مبروك يا أستاذ. سبتهم يا نور وأنا حاسة دايما يكونوا بيعزوني. السعادة اللي كانت في عينين أحمد خلتني أحس بضعفي. ما قدرتش أصرحه بالحقيقة. خفت عليه من مجرم عزيز. كان لازم اسكر واسكر عشان اقوم ضعفي وما اروحش الفرح. انت هنا يا كماليا واحنا بندور عليكي. مين العروسه؟ انت بتسكري للعريس يا حلوه؟ او حي سيبينا من فضلك. سيبنا انت امشي منين اهو. الو اديني احمد دي بسرعه. والله لو عملت له اللي عمره ما هينسى روحي. احمد ده تربيتي. هتروحي فين انت يا اختي يا بتاعت الاسكول انت؟ يا ستي حلال عليك يا احمد بيه. انا راجعه الاسكول تاني. ايه؟ بص ولا كلمه. استنى موزن دماغي الاول. قولي ايه يا اختي؟ بقولك مش هتجوز احمد سامح. مش ده اللي يمك تعرفيه؟ ايه؟ خبطت بابا. تشرفك في البومبة بنتي. مش انا لسه صغيرة؟ لازم افرقع بوم. اديني فرقعتك وهفرقع وفرقع وفرقع بوم بوم بوم. قولي لي يا حبيبي ليه عملت كده؟ هو عمل لك حاجة؟ بيضحك على الستات بيفرقعهم بيضربهم بوم. قولي لي هو فين وانا فقعهولك قنبله مش بوم. مين؟ روحي دوري عليه. روحي. علينا الناس. وماله؟ خلي كل حاجة على المكشوف. خلي كل الناس تعرف ايه اللي بيحصل. انتي سكرانة ومش عارفة بتقولي ايه. اوعى كده انا سكرانة. انت عايز مني ايه؟ كماليا اسمعي الكلام. تعالي نتفاهم في السكة. لا. نتفاهم هنا. على عينك يا تاج. اسمعوا كلكم يا حضرات. احمد سامح الدور جواه اللي دوخ ستات مصر وقطع سمكه ودل. انا بقى اللي هدوخه. شوف بقى انا كماليا البنت الزهور.
الصغيرة اللي سابت المدرسة عشان تشتغل بالسينما. بتقولك بقى الوحدة انك كلك على بعضك، فرحك وشبكتك وجوازتك، ما تنسوش حاجة ابدا. ليلتها ما عرفتش رجعت البيت ازاي، فضلت حابسه روحي في اوضتي لمده اسبوع. كاميليا انت هتفضلي نايمه كده على طول؟ شوفي جبتلك ايه. مين اللي جابك؟ مين غيره اللي بيحبك ويعزك ويتمنى لك الخير؟ مين يا ماما؟ عزيز بيه. مش عايزه اسمع اسم عطرايل ده تاني. كاميليا يا بنتي ده راجل بيقدرك اكتر من سي احمد بتاعك ده. يا ماما يا ماما حرام عليكي، ده انا بنتك عايزه تبيني. وانا كل ما اكلمك في مصلحتك تفتحي لي المرشح ده تاني.